تاريخ دو واسيدي يوتوبانكا ديسمبر افريكا دو برينا ساعد دو واسيدي دي في نمو اوغوة كسو دو هذا برنامج كينا الدقيقة ده وراركا قضو بدا نذين هايو مان تاوحا كاميدا حماسة دا ايا حيساها اولولاها دورشة دا بوتلان او اركا قالي قرو ونو اير ايريسا مشرحين توحي باللابين لولان كدورشة دا لوغو جيرو مان تاوحا هالكا سيقاري وزيركي هراء ارميها ديبا دي صوماليا ابشر هروسي او ساكو نسكا عزلي حلكي وزير نمدا هدي الشري أي هيد إنكوا حلها يسمينه حلا عندهم ما أنتنا واحد نقول إن إنكوا حلها يسمين تنو حل دقنا ماذا الله خبينا من السؤال لا سعنا وضوح أكو كل قلية قارك مذا جرادة نقل كديجا نذا إس إس قاتمو يدو ولي سؤال لجلينا يو تضمية طبعا كي حلبان أول كي منجري ديجا نذا إس إس قاتمو أمنيك بوتلان بوليسك بوتلان أيها كهر لي سيد الله أتكين دونه وحيالا سيدة كاركا قدقو والتارجت كوقع وحوية إلا وضع الشقيقية خاصة المشرعين تا هبكا هايستا ولا روا إني راعان هذا أمتكا إيا الشروع دا ودنكا أي روان إني مضاح دا ونقضان إيالا وأي كم التهي عيدنكا إني لشقيا بريئة حكومي دونان هذا يكرسي غيالا فتهذه بولا برد كتب حالة مجالة سواسي ده ولغا ما عرقتي أردي جيده استيس وحكو بارتا وكراس لآن أقب كي كلاقي وحبرشادنا ما هايستان فرياضة بارلمان كهي اللي بانادا كمقان إفاسح لآن تيسكتغي ما حالكو ده لغي يلي يأي قضو بكالي أنكو بلابي كركر كدورشادا حيساها إيحا ما سادا إي دولة قواليد كبوتلان أياسير رسمي أو بلاوضي مقالة قروة وعير إيريسا وفدي كالدوان داد أصعدا إني كم من نقدان نظام كعسبة بوتلان إيا داد كلا أوحي سايا رماها دورشادة أيا قروة كوكو القولايا وحاسير رسمي أسيدو كلا لو أركيا مشرحين تاكولو اللامي كرسيان لو ترتميو أبشر هروسي وزير كيوريا رماها ديبادة صوماليا أيا مانتا قروة قاري وزير كساكي انتو سنكبحين مقالة مقدشو أيو حلكا إسكا عزيلي مركو قروة تاقينا سيدان أيو أهالي سيدان دو سعطان مانتا وحان اسكا سوى عزيلي بوسكي صدحات الدولة جمهورية الفدرالية الصومالية مركا المدحوين حسن الشيخ البرايم منستر حمسة عبد البراء بوسكو كحيقة وزير كارمه الدولة أيوها وحان ديدي إنا نقو حل هيا أنا ما أضح وانتن اسكا شرحة مدوني مدوني لنا ديارة كان هنا على الهر أما الرسيرفو أما دب دلال كينا يينا هران كينا فيمكن نقضو هنا دب السودق أيوه أو وحيد لها بيهين سوقت أصار السودق أي حدي الشري أي أحايد إنه حلها يسمينه نحلها بدو ما أنتنا وحن لقى إنه إنه حلها يسمينه نحل دقنه ماذا الله خبينا من السؤال ده waxaan koo idin ballan qaadayaa hadii allah awood dali yiraahdo oo aan ku guuleysto madaxnimadeena waa iga qoraysan taa inaanan idin ka tagayn oo aanan xil kale aadayn ilaa maan dadkayga iyo waqtigayga aan dhamaysto waayo ma doonayo inaan waxa aan jeclahay iyo wanaagga iyo himilada ii muuqata ee ilaahay idinkii aan jeclahay buntulan inaan gaarsiiyo ayadoo qabyaha oon ahdaafteena iyo goolasheena aynaan gaarin inuu hilaac kale ii baxo waxaan idin ballan qaadayaa hilaac kan ka weyn inuu san ii baxayn markaan dhammeeyana inaan idinla joogayo laakiin aan idin ka tegayn haddaan joogo waxaan ka dhammeeyana inaan doorkaygii ogolayo shaahid la cabayo masaalkan dadkaliyo idinla joogayo ina akale ssc qaatumo garaadada qaar kamid ayaa la saanood ku qulqulaya waxa laga warsugi doona waxa laga yeelay 17 kii xiliban ee ssc oga qayb gali jiray baarlamaanka puntland garaad jaamac garaad cali ayaa si weyn maanta la saanood loogu soo dhaweeyay wuuna hadlo sidana uu yiri ee magaalada la saanood oo geel xoolo kuma jiro waa mahadinaya sidii quruxda badnayd ee naloo soo dhaweeyay ee maayarka iyo isimadu
iyo maamulka ay u horeeyaan jamaahiirta iyo ilaahay ay ku reer dhalinyaro iyo hablaha haybtood cirka marayso ee hanka weyn siday quruxda badan ay noogu soo dhaweeyeen magaalada iyadii waa aad iyo aad baan u mahadinaynaa ugaas ku soo dhawow magaalada Lascaanood ugaas ku soo dhawow deegaankaagi ugaas ku soo dhawow hoolkan oo intii maqnaa la dhisay maanta wafdigaagu horeeyay wafdigu lagu casumay D5 haddaad maqashaan kow haddaad D5 ba maqashaan guddigii Faisal inoo saadinayna waa samaynaynaa inshaa Allahu tacaala waa samaynaynaa daaro shir baan u qabanaynaa golaan u dhigaynaa cidda kaliya ee Soomaaliyeed ee aan maanta midaysnayn ee aan talada lahayn waa daarood hawiya waa midaysan yahay isaaq waa midaysan yahay digliyan marifla waa midaysan yahay soomaali meesha ay ka dabacsan tahay ee waxay doonayaan aan la garanayn waxay diidan yihiin aan la garanayn waa daarood ku sii eegan mayno gogol baanu dhigaynaa waa midaynaynaa way cadaan doontaa sida caanaha geelay u cadaan doontaa daarood waxa uu doonayaa aan garowe ku soo noqono booliska ayaa ka hadlay arrimaha amniga iyo sida ay qorsheeyeen in booliska ay wax uga qaban doonaan xasiloonida iyo amniga caasimadda garowe waxyaalaha sida gaarka guddigu uu targetka ugu ah waxa weeye in la wada shaqeeyo khaasatan mushriciinta hubka haysta oo la rabo inay raacaan nidaamka iyo shuruucda waddanka ay rabaan inay madaxda u noqdaan u yaalla oo ay ka mid tahay ciidanka inay la shaqeeyaan berri ay xukumi doonaan hadday kursiga helaan oo ay iyaga aaminaan annagu markasta waxaa naga go'an inaan ummaddan ugu shaqeyno si dhexdhexaada cid gaaraana la shaqeyn musharax gaaraana la shaqeyn haddii alo kuro yahay madaxweynaha oo haddeer musharaxa iyo musharaxa kale waa isugu ka imid marka doorkeena shaqo oo ah sugidda amniga waa inay aaminaan oo ku kalsoonaada wahagaag fatahadihii meelo badan ayay ka dhammaanayaan buulo burdaa ugu dambaysay oo hadda fatahadaha iyo biyaha ay nusqaamayaan haddaba xaalka magaaladaasi waa sidee waqti dheer kadib oo laga maqnaa magaalada amba dadka jooga ay doon ku marayeen maanta biyihii way naga naqeen buundadii way bannaan tahay dadku lug ayay ku marayaan doomihii waa la dhigay allah subxaanahu wa tacaala ayaan uga mahad celinaynaa biyahani waxay keeneen inaad qof intad waddo uga hor timaado wixii iigu darnaa waan kula kulmay waxay ahayd inaad qof inta salaanto uu ku yidhaahdo biyihii anigoo alaabtii waa iga dheereen gurgii waa iga dumay adigoo salaamayo leh asalaamu calaykum inuu qofkii uu ku yidhaahdo aniga gurgaygii waa dumay musqushii waa iga duntay wacalaykum asalaam asoon ku dhihin runtii rafaad dheer iyo dhibaato badan oo biyuhu geysteen kadib alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin maanta biyuhu waa inaga baxeen ilaahay subxaanahu watacaala ayaanu uga mahad celinaynaa waxaanu leenahay marka mar kale aanu ugu baaqaynaa dadka soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed iyo hay-adaha gargaarka in wixii lala qaban karo dadka shacabka oo masaakiinta lala qabto ayaanu codsanaynaa wahagaag aan mudug aadno arday geed hoostiis wax ku barataa oo kuraas la'aan ah agabkii kale ee waxbarashadana aan haysanin ayaa hadda dalab iyo codsi ay jeedinayaan mas-uuliyiintii ardaydan wax baraysay awalan wadarkeysaan tacliimta meesha lagu baranayo geed hoostiis baahi dabayl hoy la'aan way badan yihiin baahiyahaan qabnaa wasaaradda waxbarashada dhammaan iyo hay-adaha ku shaqada leh oo gacanta naga siin kara inay naga saacidaan waxbarashada qalinka buugga hoyga macal quudinta waxaa ka mid ah dadkan dad aqoon ah oo aabayaashoodii mar hor dhinteen tacliimna raba maal ku filan aan haysan baahi badan baan qabnaa wahagaag fadhiyada baarlamaanka xildhibaano ka maqan baa jira waxaa la sheegayaa xildhibaanadan inaysan fasax haysanin haddaba maxaa laga yeelayaa guddoomiyaha golaha shacabku wuxuu u qeybiyey xildhibaanada baxshado ay ku jiraan attendancigii xildhibaanadii waqtigeeda imaanayeen kuwii soo daahay kuwii maqnaa lagu siinayo digniin lagu siinayo xeerarkii waxay qabaan xildhibaanka marka ugu horreysa in digniin la siiyo oo loo sheego la yidhaahdo muddo intaa lagaad maqneyd muddo kooban buu u ogol yahay xeerabsaad qofka haddaanu markaas fasax ku maqneyn
مديره كوبان يلا أكلان كره ويقدر دم بيو حين قنصا حلي رادا استيبس كلا تل عالي ين قنصا أصله هاي محلها إنه هدا أم أكدوا نانتون تترم كي كالفريق لحد الصورة في وجهت على سفرة بغن أقارن بحجز كسابسون لكن واحد شيء إنك الفريق عن الديلا يراد ما دامش خبرنا يطالع بعرفنا كل بيس كلب إني أقارن كأبسو بسمتون حق دريم كرتا كل ما جدوا جدا بميزانية دلوا أنسحين هاي نمبر آد فرا بغن أقارن تي نمبر هذا إيمان شركة بغن بعد شوي مرفع بتصير سأهمية دعسين هاي الحلوان وصين هاي شروع المهم توا دقيقة دي ورقة وانك انتاز تانية كلان دنبة نبت قليو فايدوين كادي جاي بسها سندي موني درست العقها with their own money فبحد العقها عير تايم توب عب كشو بشد حرموين كوكو هذا الكا اي بس باي عق بحنت عمدتو كاميسيكا لونس ان سيفنس اما هذا يكيتكا اي بس غلوبال حولادها اي بس مصركا ايجوال مصركا بانكين سيرفيس ادي جيدا بانكيكا اي بس غوركستا يقوب كستا معمي ولي هره مو مقشي ابلكيشن كه بنانا بي حدي اذن هره مو مقل بنانا بي هو موبايل موني ابلكيشن كو سهليه انا سيفود لعق او قدرتيد اديبو استعماليه تليفون كا غانتك او وباهنيد انا الحفيز بوقتين وحنا انو كانتي شركه توكل اكسبريس ومدو كسي مسوت ان سنه كشقينيساي نظام كحويلاد لعقها هدبو حلكي يو كشقيا بنانا بي وحا او كشقيا دلك مريكانكا وحنا لعقته او قدري كرتا ادونك او دن سوماليه اي كينيا وحا لعقته قدري كرتا ادنيده موبايل كا غانتا سيدا ساد سهل EFC بلاس إيو إمبيسا كينيا وحا سيدو كلا كدري كرتا أديغة تي بلاس بانجيغا سون بانك إيو حوالد توكل إكسبريس هدبا كفا إيديسو بنانا بي وكو سميسا قيمة ديبس بلادان أو أخ لباطن بقل كيبا وحان الغوبة أديغة قيمة تبان إلا هيبا عافماتك بحية هموغانين إسبتال كهيلثي جيد هوسبتال دختر كي عرورتا كي عدر هذا قود للمضى إياك ورقبك هو يدا لمركا هي مسكحة اخترك لفها عافمات كين دها انت بواكو ديار وليبا عرورتها مركا يدشان دلوين كاللغو كوريو أيو اسبتالك هيلثي جيد كوعان بحي اسبتالة ودن كان كجران وحا أغسر ريا ليفول 6 أو ليفول كالليحات هلقيت وا ليفول كالشنات قلي نادا ديك ديقا إياكنا وحا أغو ديارا دخاتير أفر الواتن كسا حيقنا شيبار كباريتانا دعو الرضا وعسري ووحايا لا قلب لهبو نظافضنا واينو مهيم وهداد مكانهان وشيفتو يهداد ساعدو كوبن شوك تبا هيلثي جيد واديقان نظافضو صاحيبا هيلثي جيد وحارون عافماد حاشر اللهي وحاقيق وصوبوقو اسكو داوي واسكو بار الهينا كالسارو ستاركن هيلث جيد قلين كادم حانسو بنا وليتست وليزا لذو تربسي الله marka qalinkaas maxa waay qofka isoo jirkiisa meelna laga jeexin ayaa dhagxaanta laga soo saaray hamugan health gate hospital oo ku yaala jidka weyn ee xaafada islii laga galo soo horjeedka islii north police station isgoyska am roundabout ka muratina road